يبقى في حد طبعاً هو اللي كاتب البيان. واضح انه حد كاتبه طبعا يعني. استاذ ايمن البيان واضح انه حد كاتبه طبعا. لكن هو طبعا احنا بنبارك له وهو طبعا نجم كبير في نادي الزمالك ويستحق ان هو النادي كرمه في اخر موسم لي او موسمين لي ممكن التجديد. انا شايف ان هو الزمالك بي 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 بيتمسك بيه كرمز من رموز نادي الزمالك وأيقونة لجماهير نادي الزمالك. فهو في شيكابالا هو أسطورة أسطورة في عند جمهور نادي الزمالك على إنجازاته يعني. ما أنا يعني هو قصر في حقه كثيرا وكان ممكن شيكابالا يبقى في حتة تانية لو ركز مع كرة القدم وأعطى لكرة القدم. لكن هو يعني عدم تركيزه وحتى في الاحتراف كان ممكن يبقى أفضل بكثير مما شاهدناه لأن إمكانياته ومهاراته كانت تجعل منه حاجة أكبر مما هو فيه. لكن هو اكتفى بهذا القدر. لكن أنا شايف أنه هو عند جمهور الزمالك هو بيمثل رمز عند جمهور الزمالك بس. عند جمهور نادي الزمالك طبعا. إنما مش عند جماهير الكرة المصرية. هو لا يختلف عليه جمهور أنه هو صاحب مهارة لكن هو لم يحسن استغلالها وده الفرق ما بينه. وما لقاش حد كمان يدفع بيه للامام. اغلب الناس كلها كانت حوالين شيكابالا وشفنا ده كانوا دايما بيتعلقوا بانه مع شيكابالا وكان عنده تجربه. كابتن سمير زاهر رحمه الله مره رئيس النادي في باوك ده بعت له طياره خاصه عشان يتفرج على شيكابالا هو في البرتغال. حد كده اخره بينما كان صعد بسرعه الصاروخ عشان يحضر مش عارف مناسبه وما ركبش الطياره بعد ما كان في المنتخب. فهو طبعا اسطوره الزمالكويه والزمالك لكن انقطع عنه يعني اسطوره الزمالكويه طبعا مش اسطوره في الكره المصريه. ما اسلام لازم يعني موهبته دي لا تشفع له. موهبته الكبيره دي لا تشفع له ان البعض بيعتبره ان هو ان لم يكن الاهم بس هو من اهم خمسة مواهب في تاريخ الكرة في مصر. ما انت قلت هو من اهم خمسة مواهب وربما يكون في رقم متقدم من المواهب. طبعا يعني الفكرة يعني انا وجهة نظري ان هو ممكن يعني سيب الخطيب على جنب. ما انا بقول لك ماشي يعني يجي بقى في مرتبة تانية تالتة. ما عشان كده بقول لك يعني بعض ربما يكون في الخمسة كمان في مرتبة مقدمة. لكن هي فكرة انه قطع عنه المنتخب واشياء اخرى لولا حب الناس ليه زي ما سامر او كلنا بنأكد طبعا. لا هو اسطورة الزمالك طبعا. هو رمز طبعا طبعا هو في الفتره او ما قدمه ما ينطبق على شيكابالا فيما يخص اسطوره الزمالك. اقدر اقولها على محمد ابو تريكه انه اسطوره الاهلي بس. ابو تريكه سابق بس بالمنتخب والاستمرار في اداء يعني ما هو اصل انت ما بتقدرش تقول ان شيكابالا مع الوضع في الاعتبار ان ابو تريكه نفسه كان ليه تصريحات بيؤكد على ان شيكابالا لاعب اسطوري. احنا مش محتاجين حد ياكد لنا. احنا مأكدين من بدري على ان هو احنا بنقول ان هو ملوش حل. قصر في حق نفسه. شيكابالا بامكانياته ومهاراته وملاديه من موهبه كان ممكن يبقى في حته تانية خالص وكان ممكن يتقدم على الكثير من نجوم الكره في مصر. ولكن عدم تركيزه مع كره القدم وانشغاله ببعض الاشياء الاخرى صرفه وخلى فقد كثير من بريقه. وعلى ما قدمه حتى الان احنا بنصرفه كهو رمز او اسطوره في نادي الزمالك. لكنه لو كان اعطى كره القدم واخلص لكره القدم كان ممكن مع المنتخب الوطني يبقى رمز ويبقى اسطوره منتخب مصر. كان ممكن يبقى احد نجوم او الابرز نجوم الكره في مصر ويزاحم صحيح. نجوم كثيرين. لكن هو لا استفاد ولا افاد المنتخب ولا قدم لنادي الزمالك الكثير يعني اللي يتناسب مع حجم موهبته وفي نفس الوقت هو حتى في احترافه لم يحقق النجاح اللي كان مأمول ان هو ممكن يحققه مقارنه يعني بلاعبين آخرين يعني. مش هنقول محمد صلاح حتى اللي غير أقل من محمد صلاح أو يعني غير محمد صلاح مثلا في نجوم برعوا نجحوا في أقل موهبة بكتير وأقل جماهيرية بداية من أحمد رمزي لغاية أحمد حسن ومرورا بعمرو الزكي وغيره هاني رمزي أيوة وكلهم حققوا. لكن هو على المستوى حتى هو لم يلعب في دوري من الدوريات اللي نقدر نقول لو هو ركز في الدوري اللي هو كان فيه
اللي هو كان ممكن ينتقل لدوري من الدوريات القوية يعني في الدوري. استاذ عصام، مجلس إدارة الزمالك